كعادتها الولايات المتحدة ترفع بين الفينة والأخرى شعار مكافحة الإرهاب، وما أن ترفع واشنطن هذا الشعار المرعب حتى تتعالى أصوات حلفائها وأصدقائها بأن امضوا ونحن معكم. ومنذ بدأ نجم تنظيم الدولة الإسلامية بالسطوع إثر سيطرته على مناطق شاسعة من الأراضي السورية والعراقية، تعالت الأصوات من البيت الأبيض للمناداة بضرورة كبح جماح التنظيم المتطرف. واليوم وبعد أن أصبحت حرب ما بات يعرف بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة أمرا واقعا، عادت الأصوات المشككة بالنوايا الأمريكية من هذه الحرب بالظهور، سيما وأن تاريخ محاربة الإرهاب بين شعوب الدول العربية والإسلامية من جهة وواشنطن وصديقاتها من العواصم الغربية والعربية من جهة أخرى تاريخ حافل بالدماء والخيبات على مدى حروب مضت من وجهة نظر مراقبين. فنتائج الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق بذريعة القضاء على إرهاب حركة طالبان ونظام صدام حسين آنذاك خلفت نتائج مرعبة لا زال الأفغانيون والعراقيون يتجرعون مرارتها، وما يزيد صورة التدخلات الأمريكية في المنطقة العربية سويدادا هو أن القيادة الأمريكية التي تحارب إرهاب تنظيم الدولة هي ذاتها الآن التي ترى بعينها ما يصفه البعض إرهابا مشابها أو ربما مماثلا لجماعات أخرى. فليس بعيدا عن تنظيم الدولة جغرافيا ولا عنفيا إن صح التعبير إرهاب نظام الأسد وميليشيات حزب الله التي تسرح وتمرح في سوريا ولبنان، ناهيك عن الميليشيات الشيعية التي تمارس صنوفا من العنف على الأراضي العراقية بل وحتى السورية. وفي الآونة الأخيرة كان اليمن على موعد مع ما وصفه البعض باحتلال من قبل ميليشيات الحوثيين التي لم تدخر جهدا في التنكيل بمؤسسات الدولة والأطراف المخالفة لها. هذا كله دفع مراقبين لرسم علامات استفهام حول الحرب الأمريكية على الإرهاب، إذ أنها باتت ترى إرهابا أبيضا وآخر أسودا، إرهابا مباحا وآخر حراما. محمد بشر، اليرموك.